يا صاحب الظل الطويل، كيف حالك؟ في أواخر هذا العام سأنهي الدراسة هنا. لقد حان الوقت الآن كي أفكر بمستقبلي. التالية. نعم. من جودي؟ مفاجأة، رسالة. المؤسسة الثقافية للشابات. نعم، مبروك يا جودي. حصلت على منحة دراسية. شكرا جزيلا لك. يا لها من فتاة. نعم، لقد حصلت على المنحة الدراسية التي تقدمت لها سابقا. ومع هذا الطلب كانت هناك رسالة توصية من الأستاذ ميلنر. لقد أعجب بأسلوبي في الكتابة. رائع رائع جودي، ولكن هذا لا يعني أنك قبلت بالجامعة. عليك أن تبذلي جهدا. نعم أستاذ ميلنر. اسمعي جودي. نعم. لا تركضي بالممر. نعم. إضافة إلى دعم السيد، فسأحصل على منحة دراسية لهذا العام، وهذا يعني أنني أستطيع قضاء بقية السنة في المدرسة بدون دعمك المادي. هل تصدق أن فتاة مسكينة مثلي بإمكانها الدراسة دون أن تكون عبئا على أحد؟ بالطبع أنا أقدر دعمك لي، ولكنني أشعر بالبهجة في الكتابة لك. أشعر وكأنني أطير من الفرح. والآن سأذهب إلى المدرسة بجدارتي. عزيزي يا صاحب الظل الطويل، علي أن أعتذر لك عن عدم إخبارك بالمنحة الدراسية من قبل. أردت أن أختبر إمكانياتي. من جودي أبد، مع تحياتي. شكرا لك. ستكون مفاجأة له. إنها من جامعة برينستون. من جيمي. هل وصلتك رسالة؟ نعم. ما بك يا عزيزتي جودي؟ لا شيء. إنها من بوب. انظروا هذا رائع، لقد استعمل مغلف رسائل الجامعة. ترى ماذا كتب لك؟ حفلة في جامعة برينستون. هل هي بطاقة دعوة؟ نعم، والحفلة يوم الأحد. حقا؟ لا وقت لدي لتصفيه فستان. غريب. جودي، هل تلقيت دعوة؟ رسالة فقط، لم أتلقى دعوة. إنها رسالة من السيد. حقا؟ أمر غريب، ولماذا لم أتلقى بطاقة دعوة للحفلة؟ قد تصلك. إن أخي ينسى عادة، ولكنه لن ينسى دعوتك. حقا؟ فأنتظر. أنا ذاهبة إلى غرفتي. عزيزتي جودي، أرجو المعذرة لما بدر مني قبل أيام. لقد فقدت أعصابي. أرجوك اغفري لي ولأصلح ما بدر مني من خطأ. فإنني أدعوك لحضور الحفلة التذكارية لجامعتي الأحد القادم. هل لك بالقدوم؟ المخلص جيمي ماكبرايد. لا أستطيع، آسفة. لماذا؟ لماذا لا تستطيعين؟ لقد أخبرتك عن السبب. جودي جودي، أرجوكم
ألو جيمي، أجب جيمي. جودي، هل تنتظرين إذنا من الرجل الذي يرعاك؟ أرجوك قولي جودي. ليس هذا السبب. نعم، لماذا لم تدعو جوليا؟ جوليا، أعرف ما هو شعورها تجاه هذا الأمر. لما لا تدعوها؟ جودي، إن كنت غير معجبة بي لما لا تقولينها؟ جودي، هل تسمعيني؟ جودي. نعم، أرجوك أن ترسل دعوة إلى جوليا وإلا لن أحضر. حسنا جودي، هل ستأتين للحفلة إن قمت بدعوتها؟ ماذا؟ نعم، إن استطعت. إلى اللقاء. وأخيرا، المفروض أن أنتهي من العمل قبل ربع ساعة. فتيات هذه الأيام لا يهمهن شيء أبدا. ليس هذا السبب، أنا لا أستطيع الحضور. ماذا؟ شكرا لك يا أنسة ثرون. هل كان تصرفي صحيحا؟ لا شيء. ترى هل فعلت الصواب؟ وصلتني بطاقة الدعوة. أرأيتي؟ لم ينس أن يرسلها إليك. انظرا، عظيم، أنا سعيدة لك. أنا سعيدة جدا. آسفة جودي، لابد وأنك تلقيت دعوة أيضا، صحيح؟ نعم، معك حق، فلربما. إن فيه رسالة. ممن؟ إنها ليست دعوة، إنها من والتر غريكس، سأقرأها. رسالة أخرى من عمك؟ لقد وصلتك رسالة منه قبل أيام قليلة، لابد أن في الأمر شيئا هاما يستدعي ذلك. نعم، أليس غريبا؟ هيا نذهب لتناول الغداء. هيا عزيزتي الآنسة جودي أبوت، لقد تأثر السيد صاحب الظل الطويل بحصولك على المنحة الدراسية. إنه سعيد جدا لأن عزيمتك القوية تستحق منك هذه النتيجة، فأنت فتاة قوية تستحقين كل خير. وعلى العموم فإن السيد يوصيك برفض هذه المنحة. أخاف أن بوب لا يجيد الرقص. سالي، إذن عليك أن تعلميه أنت. هل يجب أن أقوم بذلك؟ لست بحاجة إلى البحث عن وسائل لدعمك في دراستك الجامعية، وإن كنت ترغبين بالالتحاق في الجامعة فإن السيد سيستمر في دعمه لك. جودي، هيا أسرعي. نعم، وإن قررت قبول تلك المنحة الدراسية فإنك بذلك تحرمين طالبة أخرى بحاجة ماسة إلى المساعدة، لذا عليك أن ترفضي تلك المنحة في الحال. عليك أن ترفضي تلك المنحة في الحال. أرفض تلك المنحة؟ لماذا؟ ستكون حدثا مهما جدا، فمن المتوقع أن يحضر الرئيس حفلة جامعة برينستون. هل سيحضر الرئيس؟ هذا فظيع. ولماذا قلقت هكذا يا سالي؟ صحيح، لماذا قلقت؟ لماذا؟ لماذا طلب مني ذلك؟ لا أفهم. عزيزي يا صاحب الظل الطويل،
أقصد السيد جون سميث. آسفة لأنني لن أرفض المنحة الدراسية التي حصلت عليها، هذا هو قراري، فقد حصلت عليها بجدارة. لقد طلبت مني أن لا أبحث عن وسائل أخرى لدعمي، وأنا لا أفهم ماذا قصدت. حتى أنني لا أعرف شكلك لو مررت بجانبي، إنني أجهلك. يا جودي، إنني أجهلك ولا أعرف من أنت ومن تكون، فلماذا تعترض على فرصة سنحتك؟ من ضربة رائعة. لم تتكلم إلي أبدا حينما أردت أن أكلمك. حتى أن جوليا وأسالي تقلقان علي أكثر منك، أنت بعيد جدا عني، بعيد جدا. إن كان لديك ما يقال عن قراري، أرجو منك ألا ترسل لي نقودا. سأقوم بعمل إضافي، ربما أقوم بكتابة بعض القصص لأحصل على دخل مادي. أنا مصممة على رأيي ولن أتراجع عنه. مع أجمل التحيات من جودي أبو. جديدة؟ نعم، قصة طويلة نوعا، إنها جيدة. سنذهب للتسوق. حظا سعيدا. وداعا. شكرا. وداعا. سأكون حريصة الآن، علي أن أكسب مالا. جودي، أنا أبحث عنك. أهلا سالي. ما الآن؟ جاءتك مكالمة من السيد بندلتون. سيد بندلتون؟ ولكنه أنهاها. ترك لك رسالة. أنا في البلدة لبعض الأعمال، وعلي أن أغادرها بقطار الرابعة. إن كان لديك وقت فأنا أرغب برؤيتك. شكرا لك سالي. كم الساعة الآن؟ الثالثة، يمكنك الوصول. شكرا. شفرس في البلدة، شفرس هنا، سوف أرى. أنا سعيد جدا، تفضلي. جيفريز، أنت دائما تأتي فجأة. أنا آسف، إنما أردت الاعتذار عما جرى في ذلك اليوم، لكني لم أتمكن. أرجوك، لقد نسيت الموضوع. افهميني جيدا يا جودي، أردت الاعتذار، أريد أن أراك لأحد. جيد. لا، لحظة، يوم الأحد قادم. أنت مشغولة الأحد؟ لا، لدي وقت. حسنا جودي، كوني جاهزة في الثالثة.
إلى أين ستأخذني؟ لن أخبرك الآن. لماذا؟ حتى أعرف ماذا سأرتدي. تعالي كما أنت. صحيح، لم تكن الملابس مشكلة بالنسبة لي. نعم، أريد أن أفاجئك، لقد حصلت على منحة دراسية في الجامعة. جودي، هذا جيد. جيد فقط؟ كلا، أعني أنه رائع. هل أخبرت عمك جون سميث بهذا الأمر؟ لقد كتبت له، لكنه طلب مني التخلي عن المنحة. لا أستطيع فهمه. لا، إنه يهتم بك جودي. غير صحيح، إنه لا يفهمني، إنه لا يريد أن أعتمد على نفسي، يريد مني فقط أن يجبرني على فعل ما يريد. لا، ألا توافقني يا جيفريس؟ كما أنني أكتب قصة جديدة. اهدئي، سنتحدث يوم الأحد وعن القصة أيضا. قصتي كانت جيدة. إذن فقد قرأتها، ألم تعجبك؟ نوعا ما. أرسلت نسخة للناشر، وإن كسبت مالا سأوفره. لقد وفرت ما كسبته من القصة الأخيرة. شيفرز، هل تظن أنني سأتصرف بطريقة صحيحة وإن بإمكاني أن أعير نفسي؟ الأمور ليست بهذه البساطة. حقا، أعرف أن الأمر ليس بسيطا، ولكن إن استمريت بالكتابة. بصراحة قصتك ضعيفة، ليست قوية. لم تعجب؟ إنها ليست رواية، لابد وأنك قمت بتسجيل بعض الأفكار. بعض الأفكار؟ استمعي جودي، العالم الحقيقي ليس بذلك الدفء الذي تتصورين. لا يمكنك أن تعيري نفسك بكتابة القصص فقط، أنا متأكد من ذلك. إذن سأعمل مدرسة. لا يمكن هذا. أرجو ألا تتسرع جودي، اعتمدي على السيد فلديه خبرة كافية. أنا لا أتسرع في أموري، ولكنني أرغب بأن أشق طريقي بنفسي في هذه الحياة. إن المستقبل أمامي، ولن أعتمد على السيد بقية حياتي. إنه بمثابة أب، ليس كذلك؟ دعيه يتحمل المسؤولية طالما رضي بذلك. سوف أعتمد على نفسي، علي أن أواجه كل الصعوبات. وأنت تحاول تخفيض عزيمتي. جودي، أنت مثله، مثل صاحب الظل الطويل، لا تختلف عنه بشيء أبدا. جودي اهدئي. القطار متجه إلى نيويورك، سيصل بعد قليل. النداء الأخير على جميع الركاب المتجهين إلى نيويورك، الصعود إلى القطار. آسف، سنتكلم الأحد. سيد بندلتون، اتركني رجاء. جودي، لا تنسي موعد الأحد. ظننت أن جيفريز سيفهمني، إنه يتصرف كصاحب الظل الطويل تماما. إنه يعيش في عالم مختلف عني. بدونك. شكرا. إلا إذا كان لديك موعدا مع السيد بندلتون، فعندها لن أطلب منك ذلك. لا تنسي موعد الأحد.
وماذا قررت؟ جودي لا تنسي موعد الأحد. هيا رافقني يا جودي أرجوك. جودي موعد الأحد. الأحد